Dewan Hakim yang kami hormati, Qori yang memiliki nomor peserta TQ222 akan membacakan surah An-Naml dimulai dari ayat 32 dan seterusnya. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة
وكذلك يفعلون. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. صدق الله.